إدلب ثرمين 1/11/2012 آثار القصف الهمجي على المدينة. فلتشاهد منظمة حقوق الحيوان حتى الحيوانات لم تسلم قصف قوات النظام. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثرمين 1/11/2012 آثار القصف الذي استهدف المدينة والذي سقط على هذا البناء. حسبنا الله ونعم الوكيل. سرمين 1/11/2012 آثار القصف الهمجي على مدينة سرمين. وهذا ما حل في هذا البناء.